لقينا وين دعيتوا؟ ان شاء الله مو صاير لشي. شو بده يصير له بالحبس؟ بالحبس؟ ايه بالحبس. ليش شو قتل حدا؟ مو قتل حدا، بعد ما طلعت من هون راحت عجنينه، وهني تعرفت على وحده اخذتها على الديسكو، قام صار معه مشكله. شو هي المشكله؟ الله اعلم. اجيت يقبرني اياه بهالمنظر. فوتي لشوف يا عمو. تعي تعي اضحك يا عمو، لا تخافي يا عفيف. تاخذها انت واختها لعند ابوها. ليش ما اخذتوها انتو سيدي؟ انا شو دخلني انا؟ لاني اذا شفته راح اطلعه بكسر لسانه. سيدي ان شاء الله براءة. انت اختفي من وشي ابو طمزه احسن ما تفرغ المخزن بصدرك. ليش شو عملت سيدي؟ بنت صبية مثل الوردة، بدك تقضي على مستقبلها مشان خلفتك العاطلة؟ حقي ولا مو حقي؟ حقك لو كنت شاب ابو طمزه، اما مو بعد الكبره جبه حمراء. بنت عفيفه طاهره رح تزتوها زت على المعاصي مشان ترضوا جهلكم وتخلفكم. يا بنت يا بنت. ليه؟ شو مالك؟ انت وقتك كل سجوني على كبدي، وين حياته وين؟ ليه؟ ليه؟ سن ايدك بكسرها. وين لقيتوها سيدنا؟ وين لقيتوها؟ بكسر ايدك اذا بتمد علي، وبعدين ما لك حكي معي. فوق عليك واحد وبش. أنا مواطن صالح سيدي، ليش هيك عم تحكي معي؟ يخرب بيتك، شو ملاقيها لبنتك بزبالة لحتى عم تزتها هالزتة؟ شو أنا حاويت زبالة سيدي؟ لا، أنت تاج راسي وعلى عيني، بعدين سيدنا البنت بنتي وأنا حر فيها، إيه القانون، القانون بيمنعني شيء؟ القانون؟ ما حدا كاسر إيدي غير القانون. أخ أخ، بس لو ما في قانون، لحتى كنت قومتكم تكوين فوق بعضكم البعض. خلاص اذا مو موافقه ما حدا جابرها، ما حدا جابرها سيدي. ابو تامر زقزق ما عنده بنات تكسر كلمته، بدي يزوجها وعلى كيفي. ما باخده ما باخده ما باخده، الله ياخده. بدك تاخذيه ورجلك فوق رقبتك، شوفي شبوبيه. تسلم عمي تسلم. هالمره لقيتوني بس مرضي جاي ما رحت لاقوني.